وللتعقيب على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الإعلامي العراقي مكي النزال. أهلا بك سيد مكي معنا تعليقا على هذا الموضوع. انطلاق معرض عمان الدولي للكتاب كان مميزا في هذا العام، وكيف تابعتموه؟ كيف رأيتم هذه النسخة من المعرض؟ نعم، حياكم الله. الحقيقة أن عمان، معرض عمان في تطور وفي استقطاب لمعارض ناشرين دول مختلفة، وكما أرى أن التطور نوعي أيضا، فالكم والنوع تعالفا نعم ليشكل وجها جديدا لمعرض عمان الكتاب. نعم، المعرض حمل اسم القدس عاصمة فلسطين، ما دلالات هذا الاسم في الظروف التي تمر بها المنطقة ولا سيما فلسطين المحتلة؟ هو تعبير الحقيقة راقي ومحبب من القائمين على المعرض لقيمة القدس في قلوب العرب والمسلمين، وخصوصا في قلوب الأردنيين سلطة وشعبا، وهذا تعبير يعني نحن نشيد به الحقيقة، وهذه التسمية تجعل المعرض ذا ميزة أخرى إضافية لما تميز به هذا العام. نعم، دور نشر عديدة عرضت مطبوعاتها في أجنحة المعرض، منها مؤسسة البصائر للدراسات والنشر، ماذا قدمت المؤسسة لجمهور المعرض هذا العام؟ مؤسسة البصائر كما قلت في التقرير فتية بتسميتها كدار نشر أو كمؤسسة نشر، ولكنها عريقة لأنها بدأت منذ بداية الاحتلال كجريدة البصائر التي نشرنا فيها كثيرا، ونشر فيها كتاب وشعراء ومفكرون كبار، والآن اتخذت شكل دار نشر ومؤسسة نشر. الحقيقة في سنة واحدة يعني شيء لافت هذا التطور وهذا العدد من المنشورات، وكما علمنا من أستاذ حارث الأزدي أن هناك منشورات أكثر تميزا وأكثر عددا للعام القادم، إذن فهذه المؤسسة في تطور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى سندا للكتاب الذين يفتشون عن دار النشر النظيفة كما يمكن التعبير عنها، التي لا غرض لها سوى دعم الفكر ودعم المؤلفين. أشكرك جزيلا الإعلامي العراقي مكي النزال، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.